انا حيد الحشمه منك وانا ضرب قدام الكاميرا عاد. واش لافامي، السلام عليكم اخوتي، جيسبر تكونوا كاملين بخير وناشطين. معنا سي انس سيفور الصياد ديالنا اخويا انس، تبارك الله عليك. اليوم اخوتي غادي نقول لكم شنو غادي نديروا. اول مره غادي نمشي نشوف كيفاش كيصيدوا بالصناره. شحال هذه وانا تنقول واحد شاف دي كيف مهدي، هو الرئيس مهدي قدامنا، كنقول له اديني معاك نشوف داكشي كيفاش داير. واليوم عاد كتاب ان شاء الله غادي نمشيو نشوفو، غادي نصيدو بالليل، غادي تكون تجربه ان شاء الله زوينه. تيقول لك شنو كيكونوا في الليل في البحر ياك يعني. حنا هما الزنو اللي غنكونوا في داك البحر ان شاء الله، غادي تكون تجربه زوينه غادي نبارطاجها معكم. خليكم معايا اخوتي. ومعنا الرئيس المهدي. ايه الرئيس الكوتش ديال الصياده ان شاء الله ياك السي مهدي. هو معنا ابراهيم حتى هو. ابراهيم الرئيس. الصحة والراحة اخويا انس. حكي معاه. وصلنا دابا للبحر، هزينا ابراهيم وهزينا زكريا اللي غادي تشوفوهم في الفيديو ان شاء الله. وصلنا للبحر ديال الداهومي، درنا الديبار من كازا، غادي نمشيو للبحر ان شاء الله، غادي نتانستالاو، غادي نشوفو كاع داكشي اللي غادي يتانستالا ان شاء الله، غادي تشوفو كلشي في الفيديو. خليكم معايا اخوتي ما تزرطيش. كيف ما شفتوا انستالينا لي طون ديالنا وانستالينا البلاصه اللي غادي نجلسوا فيها. الدراري مشاو يلوحوا لونسيات ديالهم، يلوحوا العصيات باش نشوفوا الله واش يطلعوا شي حاجه. ومازال غادي نجلسوا ان شاء الله بالليل، هو اللي غادي تكون ان شاء الله زوينه، كنصيدوا بالليل والبحر غادي يكون خاوي. كيف ما كتشوفوا البحر دابا مازال عامر، غادي نمشيو نشوفوا الدراري لاحوا واش غادي يطلعوا شي حاجه ولا ما غاديش يطلعوا. يلا نمشيو نشوفوا اخوتي كامل.
هنا يا اللور فين تانستالينا، حطينا لي طون ديالنا، بريبارينا كلشي، جاو الدراري كيلوحوا اللونسيات ديالهم، وصلنا راه تعالى واعا يطلع شي حاجه. البحر شي شويه داخل، دونك الحوت راه بعيد ما قريبش لهنايا، حتى اللي ان شاء الله عاد غادي يكون الحوت شي شويه خارج، وعاد غادي نصيدو ان شاء الله اكثر. خليكم معايا ان شاء الله غادي تكون تجربه زوينه. شوفوا خرجوا نشوفوا كيفاش دايره القضيه هنا بالليل. غادي تشوفوا ان شاء الله دابا مور هادشي كيفاش داير الاجواء هنايا في البحر. الناس اللي كيجيو كيكراو بجناب ديال البحر كيفاش كيعيشوا دوك الاجواء، ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. غادي تشوفوا لقينا واحد العائلات جالسين في واحد الكلوب والناس في الديور ديالهم، داكشي اجواء زوينه صراحه ونقيه. غادي تشوفوا داكشي كامل ان شاء الله دابا، خليكم معايا اخويا. الله يعاونك الله يحفظك. بنادم تيجي كيرتاح صاحبي وحق الله العلي العظيم. جينا دابا قربنا هنا الطوموبيلات باش في الصباح ما غاديش نعسو في البحر، غادي نبقاو حتى ديك 6 تقريبا بحال هكا ياك، ومن بعد غادي نوضو صافي، غادي تشرق الشمس، غادي نساليو السيدي ديالنا وعاد غادي نرجعو لديورنا ديك الساعه نعسو. المهم غادي تكون ان شاء الله اجواء زوينه اللي مازال راكم كتشوفوها ان شاء الله، وغادي تشوفوا دابا كلشي. وكيف ما كتشوفوا هنايا الليل والبحر والسكات والظلام، الا ما كانش عندك الفيلم ما غادي تشوف حتى شي حاجه، ولكن اسمعوا اسمعوا والو حلاوه. مشيت للبحر وكذوب الليل كيفاش؟ اللي ما عمره ما صيد ولا ما كيفهمش هادشي ديال البحر. اه علاش؟ هذا بهذاك البلام هذاك. هذاك البلام اللي واحد ما كانش عارفو وضربو. وكان شي بلام كبير يقدر يقتلو. دابا نتايا هذيك عطاتك. هو سبحان الله الدواء ديالو في المراره ديالو. كتشرب ديك المراره الى عطاتك. كتاكلها خصك تاكلها. الا ضربك البلام انت بيوتيك لهذاك الضربه اللي ضربات. دابا انت طلعتي اليوم شي حاجه ولا ما طلعتي والو؟ اه في الله مازال على الله. دابا انت يا هذه الهوايه هذه كديرها من الصغر؟ من الصغر ملي كنتي صغير وانت كدير؟ دابا هذه كديرو انت يا عن حب كتعجبك تمشي للصناره وتمشي الليل؟ لا ما نمشيش للبحر بحال اكثريه. كتصيد بالليل ولا بالنهار؟ بالليل وبالنهار. شوف خلص الدراري لا عاد كيصاوبوا شويه ونمشي نشوفوا الرئيس المهدي واش جاب شي حاجه ولا. يلا نمشي نشوف المهدي. طلعت شي حاجه قاد فين هي في الصف؟ ايوا واحد الراس كاس. سميت هذا النوع الراس كاس. الراس كاس طولو في الشمال شقرقو شقرقو
شقرقون شنو تشوفوا هذا الشقرقون؟ بطل يا الله العظيم حش زرانا زراعية الله مزرعة مقبول شوية يا أخوتي كتوجد وقلبه